نعرف التفاصيل من دكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير استاذة لبنى، تحياتي لحضرتك. الله يخلي حضرتك. الله يخليك يا دكتور. ايه المطلوب من المواطنين علشان يحصلوا على هذه العدادات؟ ايه طبيعة الاوراق وهم اصلا قاعدين في مباني مخالفة؟ ان احنا كنا في اول يونيو الماضي كان تم فتح الباب للتقدم لطلب العدادات الكودية. الناس اللي عندها وصلات كهرباء غير قانونية وغير شرعية، املا في ان يعني نقول تحصيل المبالغ المهدرة على شركات توزيع الكهرباء، وفي نفس الوقت لا يخضع المواطن للمساءلة القانونية مؤقتا. فاحنا بالفعل تقدم عدد كبير من المواطنين، قسمت هذه الطلبات الى نوعين او على مرحلتين. المرحلة الاولى هتكون للمباني او العقارات اللي فيها وصلات كهربائية ارضية وفيها عدد والمرحلة كل العشوائيات اللي ما فيش فيها وصلات ارضية. طيب بالنسبة للطلبات، عدد الطلبات اللي وصلت لكم يا فندم، انه لابد انه يكون بالطبع يعني يكون بعد المعاينة وترتيب مع المحليات، ما يكونش العقار على ارض لاملاك الدولة او تابعة للاثار او الزراعة، وتكون يعني ما تكونش كمان واقعة من ابراج في حرم الارتفاعات الطيران المدني. وبالتالي بدأت شركات توزيع الكهرباء لا معلش يا دكتور، يا دكتور محمد، امال نعم. المخالفات بنتكلم على عقارات مخالفه، ايه طبيعه المخالفه دي اللي يعني هنتغاضى او نوفق معاهم اوضحهم؟ ما انا بقول لحضرتك احنا انا طبعا معلش انا في مكان الاشاره الموبايل ضعيفه شويه. لكن عايز أأكد ان احنا بدأنا بالفعل في تركيب هذه العدادات، وانه يعني الان متاحه في شركات توزيع الكهرباء وجاري تركيبها. لا انا بتكلم يا دكتور، حضرتك قلت لي انه المخالفات لا ما ينفعش مثلا مبني على اراضي الدوله، انه الارتفاع ما يكونش غير قانوني، فبسال امال ايه بقى الناس اللي قاعدين، شكل المخالفات اللي هيتم يعني التعامل معاها ونركب لهم العدادات. تمام. احنا قلنا في المرحله الاولى بيكون في عقار حضرتك عنده ادوار مخالفه، يعني بنى ادوار غير المرخص بها في الترخيص، وبالتالي بيتعذر ان هو ياتي بخطاب الموافقه من المحليات. تمام. عشان كده بنقول بنركب له عداد كودي لا يثبت ملكيه ولا حيازه، ويسهل رفعه اذا تقرر حتى ازاله العقار. عشان ودي المرحله الاولى باذن الله. المرحله القادمه هتكون للعشوائيات اللي ما فيش لها اي وصلات على الاطلاق. طيب المرحله الاولى كام طلب اتقدم للوزاره؟ هتشتغل هتركب كام عداد في المرحله الاولى؟ اقدر اقول لحضرتك اكثر من 750 الف طلب، وبدانا بالفعل العدادات وصلت الى مخازن شركات توزيع الكهرباء، وبدات حالات كثيره يتركب لها العداد الكودي مسبوق الدفع. مطلوب من المواطنين اي حاجه ولا هيجي عليهم الدور؟ يعني العدادات متوفره عندنا 750 الف عداد، ولا الكلام ده هيتم تنفيذه برضو على مراحل في المرحله الاولى؟ على مراحل، واحنا بالفعل بننفذ المرحله الاولى، وبيتم توريد العدادات برضو على مراحل ان شاء الله تباعا. فكل مواطن بيتابع مع اداره الكهرباء اللي هو تقدم ليها، وبيتم تركيب العداد باذن الله. طيب شكرا جزيلا يا دكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزاره الكهرباء، شكرا.